وذكرنا أن الصباح مقدمة اليوم، ومبتدأه طلوع الفجر الثاني، ومنتهاه طلوع الشمس. مبتدأه طلوع الفجر الثاني ومنتهاه طلوع الشمس، فهذا محل أذكار الصباح. وأما المساء فمبتدأه غروب الشمس ومنتهاه غياب الشفق الأحمر، وهو وقت صلاة، وهو دخول وقت صلاة العشاء. فمبتدأ المساء إذا غربت الشمس، ومنتهاها إلى أن يدخل وقت العشاء. هذا أعدل الأقوال في المسألة. والقول بأن المساء يبتدئ في الأحكام الشرعية من الليل هو الموافق لخطاب الشرع،